ناخذ مثال آخر، اكتب معادلة المستقيم بالصورة العامة افتهمناها، الذي يمر بالنقطة 2 ناقص 1، انطاني النقطة 2 ناقص 1 وعندي هذا المستقيم، بس أركز على كلمة هنا لازم الطالب يفهم شنو التعامل. المثال اللي قبله شرحناه كان موازاة، الموازاة يعني الميلين متساوين. التعامد لا، التعامد يختلف، الميلين ما متساوين، الميلين واحد مقلوب الآخر بالسالب. راح شو أسوي هنا؟ أول شيء نجعل هاي المعادلة، هاي 2x ناقص 3y يساوي 5. هاي المعادلة مو بالصورة الميل تقاطع حتى مباشرة أقول الميل يساوي هالقد، راح نقول الميل يساوي سالب معامل x اللي هو 2 على معامل y سالب 3 ويساوي 2 على 3. لانه انا عندي تعامد، انا ما عندي موازاة، موازاة انزل الميل 2 على 3 استفاد من هاي النقطة اقول ميل ونقطة، لكن التعامد لان المستقيم متعامد اذا ميل العمود، اذا هذا ينطيني ميل العمود يساوي، اذا موجب انت تسوي سالب، وإذا سالب تسوي موجب، واقلب لي الكسر، يعني الثلاثة تصعد بمكان الاثنين والاثنين تنزل بمكان الثلاثة، يعني شو يصير هسه؟ ثلاثة على اثنين. هسه صار عندي ميل واضح، ميل عمودي، وعندي نقطة واضحة اللي هي 2 وناقص 1، ونروح نطلع المعادلة، راح نطبق القانون واي ناقص واي 1 يساوي الميل اكس ناقص اكس 1. ننتقل إلى تطبيق الأعداد اللي عندي أنا، المفاهيم اللي عندي أنا، عندي نقطة وأنا عندي ميل، إيش راح نسوي؟ قول واي ناقص واي 1 هو سالب واحد، هذا سالب واحد يساوي الميل اللي طلعته مال العمود، هو وين ميل العمود؟ هذا 2 على 3، الميل هذا الميل مال المستقيم الأصلي، هذا الميل العمود، إذا هنا راح أكتب سالب 3 على 2 x ناقص x1 اللي هو 2. عملية بسيطة، سالب بالسالب موجب، يعني y زائد 1 يساوي سالب 3 على 2 x ناقص 2. احنا فهمناكم انه هاي الاثنين تضربوها في 1 والاثنين تضربوها بواي، راح يصير عندي 2 y موجب زائد 2 ويساوي سالب 3 في x سالب 3 x سالب 3 في سالب 2 موجب 6. احنا نريد بالصورة العامة لازم ال x وال y والثابت في جهة، يعني هاي ال x سالب، اذا ال x سالب جيبها يم ال y حتى شو تصير؟ تصير موجب، هاي تصير 3 x، هاي 2 واي، هاي موجب 2، هاي موجب 6، فاني انا نقلت السالب 3 اكس صار 3 اكس، موجب 6 من نقله للطرف الاخر يصير سالب 6، شو يساوي؟ صفر، لانه انا ذن الكميتين كلهن نقلتن، ايش بقى عندنا؟ صفر، راح يصير 3 اكس زائد 2 واي ناقص 4 يساوي صفر. إذا هاي المعادلة هي بالصيغة العام. إذا أردت تحقق، احنا شرحنا مثال قبل هذا كان بحالة الموازاة، التحقيق انه روح ارجع طلع الميل مال هذا المستقيم، الميل يساوي سالب معامل اكس على معامل واي، أنا عندي الميل صحيح سالب 3 على 2، هذا الميل العمود، أوكي هذا الميل هم سالب 3 على 2. نجي نبدأ نحقق هاي النقطة، نشوف هاي النقطة صحيح يقع على المستقيم، المستقيم يمر بهاي النقطة، نقدر شو نسوي؟ نقول هاي 3 هنا نعوض بالاكس 2 زائد 2 نعوض بالواي سالب 1 سالب 4 يساوي 0، 6 ناقص 2 ناقص 4 يساوي 0، 6 ناقص 6 يساوي 0، صحيح
6 ناقص 6 يساوي 0. إذن الميل حقق اللي هو سالب 3 على 2، والمستقيم اللي طلعت معادلته فعلا هو يمر بالنقطة 2 وناقص 1. هسه طلعنا معادلة مستقيم يمر بنقطة ومتعامد مع مستقيم آخر.